فرانشيسكو لورينزو توتي. تاريخ الميلاد 27 من سبتمبر عام 1976. الجنسية إيطالي. مكان الولادة إيطاليا، روما. البرج الميزان. من أشهر أقواله: ولدت في روما وسأموت في روما، ولن أغادر هذا الفريق ولا مدينتي أبدا. أنا محظوظ لأنني ارتديت قميصا واحدا فقط في مسيرتي المهنية، إنه شيء أساسي بالنسبة لي، وأنا دائما كنت أريد أن أكون أحد هؤلاء القلائل الذين يرتدون قميصا واحدا. أنا مشجع ولاعب لنفس الفريق. عندما كان صغيرا كان من عشاق كابتن روما السابق جوزي بيجيانيني. بدأ توتي لعب كرة القدم في الأحياء والشوارع مع الأولاد الأكبر منه سنا. قبل عامه الثامن انضم إلى نادي فورتيتيود للأشبال، وفي وقت لاحق لعب لفرق سميث، تراستي فيري ولوجاني. في عام 1989 انتسب توتي إلى فريق شباب روما بعد أن أثار إعجاب الكشافة في عدة أندية، حيث كان ميلان مهتما به أيضا، ولكن والدته لم تسمح له بترك المدينة. كذلك اهتم به لاتسيو وكان من المفترض أن يحصل عليه. أقنع أحد مدربي الشباب في روما والديه بالسماح له الانضمام إلى روما، وبعد اللعب لفريق الشباب في روما لعب توتي لأول مرة مع الفريق الأول في عام 1993 عندما كان عمره 16 عاما. وبعد عامين من ظهوره لأول مرة أصبح لاعبا منتظما في الفريق، وخلال تلك الفترة سجل 16 هدفا للنادي، وأصبح عضوا لا يتجزأ من صفوف روما. أصبح توتي لاعب خط وسط مهاجم بعد تعيين زيدناك زيمان مدربا لروما في عام 1997، وخلال ذلك الموسم صنع عددا من الأهداف لفريقه وسجل 8 أهداف في الموسم، وأنهى روما الموسم في المركز الرابع. تحديدا في 31 من أكتوبر أصبح توتي قائدا للفريق. في عام 1998 ظهر لأول مرة مع المنتخب الإيطالي في مباراة تأهيلية لبطولة أمم أوروبا. وفي بطولة أمم أوروبا سجل توتي هدفين ووصلت إيطاليا إلى النهائي الذي خسرته أمام فرنسا، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف في نهائيات كأس العالم في اليابان وكوريا الجنوبية، وخرج فريقه بعد مباراة أمام كوريا الجنوبية في دور 16. في عام 2001 ساعد توتي روما على الفوز بلقب الدوري الإيطالي، حيث سجل 8 أهداف في الدوري لاعبا من مركزه كلاعب خط وسط متقدم، وعاد لقب الدوري مرة أخرى إلى النادي بعد غياب دام 18 عاما. ترك المدرب فابيو كابيلو النادي وعاد توتي لمركز المهاجم، لكن النادي لم يستطع الفوز بأي جوائز كبرى. في عام 2004 قاد إيطاليا في البطولات الأوروبية وأوقف حتى مباراة النصف النهائي، فقد بصق على اللاعب الدنماركي كريستيان بولسن، ولكن منتخب إيطاليا كان قد خرج من الدوري الأول بعد عامين. وفي نهائيات كأس العالم في ألمانيا كان توتي أحد أهم لاعبي إيطاليا، وقد أحرز هدفه الوحيد والأول في كأس العالم 2006 عن طريق ركلة جزاء ضد منتخب أستراليا، لكنه كان أفضل صانع للأهداف في البطولة برصيد 4 تمريرات حاسمة. قرر الاعتزال من اللعب الدولي مع منتخب إيطاليا لكرة القدم بعد نهائي كأس العالم 2006، ولكن لم يكن قراره رسميا، فقد كان مترددا حيال قرار اعتزاله اللعب الدولي، وبقي أكثر من عام على هذا الحال، وقد توصل إلى قراره النهائي وهو الاعتزال اللعب الدولي في 20 من يوليو 2007. بدأ توتي لعب دور أكثر أهمية عندما أصبح مهاجم روما، ففي موسم 2005 التالي سجل 26 هدفا في الدوري، وساعد النادي أيضا على الفوز مرتين بألقاب كأس إيطاليا.
لقد عانى توتي من الإصابات، ولكنه ظل أكثر شخصية مؤثرة في النادي. في موسم 2011-2012 عاد إلى مركز صناعة الأهداف، حيث كان الفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد الإسباني لويس إنريكي. ولكن ما زالت معاناة النادي مستمرة، فقد أصيب توتي في الأول من أكتوبر 2011 في الشوط الثاني من مباراة ضد أتلانتا، مما جعله بعيدا عن المباريات حتى شهر نوفمبر، حين شارك في الدقيقة 66 من مباراة أمام فريق لاتسيو، وفاز روما بهذه المباراة 2-1. استمر باللعب كصانع ألعاب جانبي على مدار المواسم الثلاثة التالية، وواصل توتي لعبه مع فريق روما، لكن النادي لم يفز بأي ألقاب خلال تلك الفترة. في أول ظهور له في موسم 2016-2017 في مباراة ضد سامبادوريا في 11 سبتمبر، استطاع أن يحطم الرقم القياسي لباولو مالديني بالمشاركة في 25 موسما كرويا. وعندما كان روما متأخرا 2-1 في نصف الشوط الأول من إحدى المباريات، شارك توتي كبديل وصنع هدفا للاعب جيكو ليقوم بتسجيل هدف التعادل، وبعدها استطاع تسجيل هدف الفوز من خلال ركلة جزاء. في الأول من فبراير عام 2017 سجل توتي هدفا من ضربة جزاء في الوقت الإضافي في الدقيقة 97، وكان ذلك في المباراة التي فاز فيها روما على أرضه 2-1 ضد سيسينا في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا. أدى هذا الفوز إلى انتقال فريق نادي روما إلى الدور النصف النهائي من البطولة. وفي 15 أبريل شارك كبديل في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضد أتلانتا، وكانت هذه مشاركته رقم 615 في مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهو ما يعادل عدد مشاركات خافيير زانيتي باعتباره ثالث أكبر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري الإيطالي. وفي 28 مايو لعب توتي مباراته الأخيرة مع روما، وفيها فاز روما ضد جنوا على أرضه 3-2. وعن حياته الشخصية، تزوج فرانشيسكو توتي مقدمة البرامج التلفزيونية في 19 يونيو 2005، ولديهما ابن يدعى كريستيان وبنت اسمها شانيل. استغل توتي شهرته لنشر كتاب في شهر مايو عام 2004 بعنوان كل النكات عن توتي، يحتوي على مجموعة كبيرة من النكات والمواقف المضحكة التي مر بها النجم الإيطالي خلال مسيرته الشخصية والرياضية. فرانشيسكو توتي هو سفير للنوايا الحسنة لدى اليونيسف، وكذلك يقوم فرانشيسكو توتي بجمع قمصان رياضيين وبيعها في المزاد لصالح الجمعيات الخيرية. اختير في قائمة 100 للفيفا من قبل بيلي، وهي قائمة من أعظم لاعبي كرة القدم الأحياء. هو ثاني هداف في تاريخ الدوري الإيطالي ب244 هدفا. قدرت ثروته ب13 مليون دولار في عام 2017.